سلمى، مكفايين بعالم الصحة ومتنتقل هلأ لفقرتنا التالية مع نظامنا الصحي والغذائي. بيتميز نمط حياتنا المعاصر بالخمول والنظام الغذائي الغني بالدهون المكررة والبروتينات الحيوانية. أكيد نور، يمكن هذا الشيء بيلعب دور حاسم. يمكن هي المجموعة من الفيتامينات بعدة مشاكل صحية، أحيانا مثل انتشار الكبير للوزن الزايد، المتلازمات الأيضية اللي هي بتتميز بمستويات مرتفعة على السكر بالدم، السمنة خاصة بمنطقة البطن، مستوى مرتفع للدهون بالدم وارتفاع ضغط الدم. غالبية هي العوامل معروفة بمسببات أو عوامل خطر الإصابة بالسرطان وبالأخص سرطان الثدي. اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف أكثر على خطوات غذائية ممكن نقي أنفسنا من خلالها ونكون نتبع نظام غذائي يبعدنا عن بعض الأمراض اللي تعتبر طبعا الأنظمة الغذائية هي مسبب رئيسي لها. وطبعا هاي الموضوع وغيره رح نتفصل فيه مع ضيفتنا لليوم الأخصائية الغذائية نور منسرلي. يسعد صباحك نور، صباح واهلا النور. وسهلا فيكي. صباح النور سلمى. يسعد صباحك. صباح النور جميلة نور. يمكن بالمقدمة حكينا بعض التفاصيل عن النظام الغذائي، يمكن نحن إذا بدك تعتبري العالم العربي نوعا ما بيحب بطنه، يعني نحن بنشتهر بالمطابخ الشامية واللبنانية والمصرية. قديش فعلا يمكن النظام الغذائي الخاطئ، في كتير من الأخطاء الشائعة ضمن نظامنا الغذائي فعلا بتأثر بتحفيز كتير من الخلايا للإصابة بسرطان الثدي. هلأ إذا بتلاحظي أول شيء هذا المثل اللي بيقول مفتاح جوزك كرشه، هو ما أنا موجود غير يمكن بسوريا أو في الوطن العربي. دليل العالم العربي مجملا تماما، دليل أن الشعوب العربية كثير بتحب الأكل والطبخ والدسم، وبتحسي أنه الأكل إذا ما كانت مشبعة بالدهون والسمنة والزيت هي معنا أكلة طيبة. هلأ نمط حياتنا أكيد من فترة لفترة بيختلف، أو يعني نحن كنا بشكل أفضل من هلأ. ليه؟ لأنه كنا نتوجه للشيء الصحي والطبيعي أكثر من هلأ. أجدادنا كلياتهم إذا بنرجع للتاريخ وللزمن كانوا يعمروا كثير، يعني كانوا يوصلوا لل 80 سنة أو 90 سنة وهن بصحتهم وبقوتهم. ليه؟ لأنه كانوا ياخذوا كل شيء من المصادر الطبيعية. صحيح. كل شيء من البقوليات. بيئة صحية، النظام الغذائي صحي، ما عاد عندك هي يمكن العوامل الطبيعية. ما كانوا يعتمدوا كمان على السيارات، ما كانوا يمشوا، كانوا يلعبوا، يعني شو الرياضة اللي كانوا يمارسوها؟ كانوا يزرعوا، كانوا يحصدوا، كانوا يقوموا بجميع هيدي الاعمال بايدهم. لما بدهم ينتقلوا من مكان لمكان يروحوا مشي. هلا كلياتنا اللايف ستايل تبعنا كثير غلط، كلياتنا بنعتمد على المواصلات، ما حدا كثير بيمشي، كلياتنا بناخذ فاست فود. يمكن نتيجه الشغل، نتيجه ضغوطات الحياه، يمكن الواحد ما بيلحق من شغل لشغل، عم يركض من مكان لمكان، ما بيلحق يرجع البيت ويقعد يحط اكل مزبوط او وجبه غذائيه صحيه. فكلياتنا بنلجأ انه نشتري اسرع مطعم قدامنا، نشتري منه ساندويشه او نشرب بيبسي. وهلا ما فينا كمان ننكر نور انه كمان الاكل الجاهز طبعا له مساوئ كثير. مو بس له مساوئ، له هيك طعمه مميزه وحلوه طبعاً. والناس بتشتهيها، وقد ما حاولنا نقول لهم ريحه لحالها بتجذب، ابتعدوا عن الاكل ما فينا، يعني ما فينا صراحه. بس نحن قدر الامكان خلينا نكون شوي نخفف تماما. هلا ما في، يعني حتى انا كاخصائيه تغذيه ما فيني انسي تماما انه انا ما باكل ابدا. اكيد عندي يعني اوقات الشخص بيشتهي انه ياكل او شم ريحه بيشتهي انه ياكل. انا ما عم اقول انه نمتنع امتناع كامل، وانما نحن نحاول قدر الامكان نقلل من الاكل الجاهز، المنكهات، المواد الاصطناعيه او كل شيء معلب. يعني نحن ما بنعرف نحن شو داخل مواد كيماويه لهي الماده المعلبه. طب يعني نحن عم ننفي فعاليه المواد الغذائيه الموجوده فيها. طب انا ماني عارفانه هل هي مصن، يعني هي لمجرد انه موجوده باشياء بلاستيك فهي بتضر صحتي. فانا لازم الجا دائما للامور الصحيه اكثر. مثل ما بنعرف انه السكر كل شيء لونه ابيض كسكر او ملح فهو بيأذينا كثير. فنحن نحاول نبتعد عن هدول الاشياء اللي البديهيه اللي نحن بنعرف انه هي بتضرنا بس بنضل عم ناكلها. بس الاكل يعني مو طيب بلاها، يعني بس بكميه قليله. هذا حتى بسموه سم الابيضين، يعني تمام. السكر والملح له اثار كثير تمام سلبية. لانه الملح، كثره الملح بتعرف بتعمل امراض قلب وضغط وهي المشاكل الثانيه، والسكر بتعملنا سكر وغدد وبتعملنا
كانسر، بتعملنا اشياء كثير نحن بغنى عنا. عرفتي شو؟ فنحن ليش بيقولوا له انه هن سم؟ لانه هن فعلا سم بفوتوا بالجسم. هن لما نحن بناكل سكر بصير جسمنا بيطلب سكريات زياده، ما بنشبع من السكر، يعني بنكون جوعانين كثير، بنركض اول شغله بناكل بسكويته. فالبسكويته هي ما حتسد لك جوعتك، هي حتخليك تطلب اكثر سكر، لانه السكر بجر سكر، وهيك نحن بيرتفع عنا نسبه السكر بالجسم وبصير عنا امراض مختلفه على مدى الايام. طيب نور، يعني اليوم ونحن عم نحكي قلنا انه النظام الغذائي بيأثر كثير للاصابه بامراض مثل السرطان ومنها سرطان الثدي. خلينا نحكي عن العوامل الغذائيه او المواد الغذائيه الخاطئه واللي هي ممكن تاثر على نمط حياتنا، ممكن تؤدي لهذا النوع من السرطان. هلا خليني بس نوه على شغله، انه نحن دائما عندنا شهر اكتوبر هو شهر الورديه للتوعيه بسرطان الثدي. اكيد، وخلال يعني صباحنا غير خلال هالشهر عم نحاول قد ما فينا نسلط على هاي النشاطات لفعلا نشر التوعية، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي فعلا يقيك من الإصابة، والكشف المبكر بيعطي الشفاء الكامل. تمام. بشكل كتير كبير. تمام. كمان نحن عندنا نسبة من 85 ل 95%، طبعا هي دراسات عالمية، 85 ل 95% من الإصابة بسرطان الثدي هو إن إما سموم بيئية، يعني هي من العوامل المحيطة من الجو، من الطقس، من الأشياء اللي مرقت فيها البلاد، أو من نظام اتباع نظام غذائي خاطئ. العامل الثالث اللي هو الستريس، القلق، التوتر اللي كلياتنا هلا عايشين فيه. يعني هدول ثلاث عوامل أساسية تحفز الخلايا. تماما. بتساهم بسرطان الثدي. نجي للعامل الوراثي، هو بشكل فقط من 5 إلى 10%. يعني في كثير عالم يقولوا السرطان وراثي، ما انه وراثي، هو من 5 إلى 10% بس هو ممكن يكون نتيجه عامل وراثي، والباقي كلياتها عوامل محيطه. اثبتت دراسات او حسب منظمة الصحة العالمية السنة الماضية بال 2018 انه من يعني عدد الإصابات بأنواع مختلفة من السرطان 9.6 مليون، يعني 9,600,000 شخص بالعالم ميت بسبب سرطانات متنوعة. يعني نسبة كتير كبيرة عم يموت فيها كل سنة. دائما سنويا بتزايد، هي المشكلة. ما عم يكون في عندك حد توقفي عنه، مثلا من خلال اتباع نظام غذائي صحي، من خلال كتير من العوامل الصحية اللي تم اتباعها بشكل صحيح. لا، في تزايد بنسبة ملحوظة عم نلاقيها على مستوى العالم. مقارنة بالسنين الماضية كنا نحن بين 100 شخص نسمع انه شخص انصاب بسرطان. هلا عم مثل ما قلت لك، هلا نسبه كثير كبيره. كمان سرطان الثدي هو يعني فينا نقول سبيشلي للنساء اكثر من الرجال، بينصاب فيه النساء اكثر من الرجال. بين 8 سيدات بتنصاب فيه سيده، وانما بين 100 رجل بينصاب فيه رجل. فهذا الشيء كمان كثير مهم لكل سيده انه تراعي وضعها. اول شيء في كثير عوامل طبعا بدنا ننتبه، هي العوامل التاليه انه بدها تكون اول شيء في حالات كثير ممكن تنصاب فيها السيده بسرطان الثدي اذا كانت الصبيه عندها بلوغ مبكر، او كان سن الياس، لا يعني ما انصابت بسن الياس، ما فينا نقول سن الياس، يعني انقطاع الدوره الشهريه طول عندها. في اشخاص بينصابوا بسرطان الثدي، الاشخاص اللي ما عندهم يعني النساء اللي ما عندهم متزوجات، ما صار عندهم ولادات. وفي اشخاص بصير عندهم سرطان الثدي اللي ما رضعوا، جابوا اولاد وما رضعوا. يعني البلوغ مبكر، سن الياس يعني سن متقدم كثير كثير، تاخرت انقطاع الدوره الشهريه، يلي ما تجوزوا، اللي ما جابوا اولاد، واللي جابوا اولاد وما رضعوا. هي اسباب كمان كثير مهمه لحتى الاصابه بسرطان الثدي. هلا بنشوف الاشياء اللي بتبلش تبين بعد سن 30، لانه تراكمات السنين كلياتها تطلع دفعة واحدة وبتظهر الأعراض كلياتها بعد سن 30. نرجع نوه على شغلة، إنه سن الشباب هو للستين سنة، وإنما بعد 30 ببلش ميتابوليزم تبع الجسم وحرق الجسم يصير أبطأ، كل هرمونات الجسم بتتغير، وعنا السمنة بتلعب دور كبير بأنواع كتير من السرطانات، وغير هيك بأمراض تانية. سمنة شو يعني السمنة؟
نحن البودي ماس اندكس مؤشر كتلة الجسم ليكون الوزن متناسق مع الطول والعمر، مفروض الرانج يكون بين 18.5 و24.9. هون بيكون الشخص ضمن الحدود الطبيعية من وزن حسب وزنه بالنسبة لطوله. بعد ال 25 ببلش عنا زيادة وزن. تمام، بعد من ال 25 لل 30 هيدا زيادة الوزن تعتبر سمنة، فوق ال 30 سمنة مفرطة. فنحن بتبلش الخطورة اعتبارا من 28، البي ام اي يكون 28، هون بنسميها سمنة. هي نتيجة تناولنا او نتيجة نظام غير متوازن من الأطعمة، نتيجة تناول سعرات حرارية عالية جدا، الحرق عم بيكون اقل من اللي نحن عم نتناوله، هون بنسميها سمنة. هيدا السمنة شو ممكن تؤدي؟ ممكن تعملنا امراض مثل غدة، ممكن تعملنا سكري، ممكن تعملنا تؤدي لسرطان. شو علاقة مثلا ممكن نقول السمنة بالسرطان؟ هيدي السمنة أو تشكل الدهون وخصوصا عند محيط الخصر بتخربط لنا هرمونات الجسم وخصوصا الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون مثل الأستروجين وكلياتها. بنعرف الخربطة بالهرمونات، بس يتخربط هرمونات الجسم بصير عنا مشاكل وخصوصا عند النساء، ومن بيناتهم السرطان الثدي. أكيد نور رح نتابع معك ومع المشاهدين مجموعة من النصائح الصحية للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي بالتقرير التالي. الكثير من الدراسات الطبية أثبتت ارتباط الإصابة بسرطان الثدي بأسلوب الحياة الغير صحي. البداية من مجموعة من الحقائق التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. تزيد دهون الجسم من خطر الإصابة بالسرطان بسبب فرط الأنسولين وزيادة الأستروجين والالتهاب المعمم. يمكن أن يمنع النشاط البدني بحد ذاته حالة واحدة من أصل 8 حالات من سرطان الثدي وفقاً لبيانات مركز السيطرة على الأمراض CDC. هناك علاقة عكسية بين استهلاك الخضروات وخطر الإصابة بسرطان الثدي، وانخفاض الاستهلاك يعني خطراً أكبر. ما الذي يمكن القيام به لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ الحد أو تجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل البطاطس المقلية، البيتزا، الحلوى والكعك وغيرها، والاستعادة عنها بالأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الخضروات والفواكه وباعتدال، والبقول وكذلك شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية المحلى. تفضيل الأطعمة الطازجة المطهوة على البخار أو المسلوقة أو المخبوزة أو المشوية، والتقليل من الأطعمة المقلية والمعالجة أو المتفحمة. الحفاظ على الوزن الصحي، يرفع الوزن الزائد أو البدانة خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا حدثت السمنة في مرحلة متأخرة من العمر وبعد انقطاع الطمث. ممارسة الأنشطة البدنية، النشاط البدني قد يساعد في المحافظة على وزن صحي، وهو ما يساعد في منع الإصابة بسرطان الثدي. فيجب أن يقوم معظم البالغين الأصحاء بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل من التمرينات الهوائية المعتدلة، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمرينات الهوائية الشديدة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين القوة مرتين في الأسبوع على الأقل. تقليل اللحوم المصنعة والحمراء أو الدهنية، ويفضل السمك والدجاج والبقوليات جنباً إلى جنب مع الحبوب كمصدر للبروتين. يعني مثل ما تابعنا نور، وأكيد مع حضرتك كمان نور، يعني معلومات كتير سمعناها بالتقرير. شو صحة هاي المعلومات؟ هل فعلا خلينا نقول هاي النصايح هي ممكن تخلي الشخص أو السيدة بأقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟ جمالا هي بتخلي كل شخص يكون صحي، مو بس هو لسرطان الثدي. نعم. يعني نحن سرطان الثدي هو بمرحلة متقدمة جدا من أمراض تانية، نحن ما كاشفينا.
كلياتنا بنعرف انه السكر بيضر، وانما هو نحن خلايا سرطانيه بتتغذى على السكريات وعلى النشويات بنسبه كثير كبيره. مشان هيك مريض السكر شو ما كان السرطان مريض السرطان شو ما كان النوع اللي منصاب فيه بخلوه يبتعد قدر الامكان عن النشويات وعن السكريات، لانه هي بتحفز الخلايا السرطانيه انه تتغذى وتتفاعل بنسبه كبيره بالجسم. زياده الوزن، يعني نحن لما بنبتعد عن الاطعمه المقليه بنبتعد عن الاشياء المصنعه، عن البيتزا اللي فيها كل شيء، يعني فيها جبنه اللي فيها فلفات اللي فيها عجين، كل شيء فيها سيء. لما نحن بنبتعد عن السكريات بنبتعد عن الاشياء اللي كلياتها بنعرف انها هي مضره. بتعرفي شو بيصير لما نحن بصير عندنا سمنه؟ السمنه هي بتحفز سيتوكينات الليبتين بالدم، فهون بتصير انه بتخلي الخلايا الموجوده بالجسم، الخلايا السرطانيه اكثر عدائيه. يعني حتى اذا كان الشخص بلش يطيب من السرطان بيرجع بتتفاعل الخلايا بيتفاعل عنده السرطان، بيرجع بينصاب مره ثانيه. بس فعلا يمكن نصائح عامه يجب فعلا الانتباه إلى، يعني عم نسمع مثلا 150 دقيقة يجب أسبوعين تلعبي رياضة. أنا بقولهم نص ساعة لساعة كثير منيح هيك، بس إذا بتقسميها 150 دقيقة هي يعني فيها رقم كبير. إيه أما إذا بتقسميها على 10 دقائق، ما بدنا نقول 7 أيام، خلينا نقول من 4 إلى 5 أيام بالأسبوع. هو بالإجمال الشعب العربي كمان خمول، يعني بتلاقي مثلا حتى يعني المشي بتلاقي بالسيارة هلا كل العالم من مكان لمكان الله وكيلك تقطيع الشارع. قبل كنا نقضي مثلا هالمشاوير القريبة مشي نروح نقضي أغراضنا، لا حتى قلت الناس اللي بتلعب رياضة بشكل عام. هلا أول شيء مثل ما قلتي حضرتك، يعني العالم تنابل عنا بالمجتمعات العربية بالمختصر المفيد، يعني هاي الكلمة المتداولة. بس اللي عنده أولاد لا، يعني أنا بلعب مع رياضة مع بنتي كل يوم. حتى على فكرة هيدا معنا رياضة كافية، أنت بدك تضلي مثلا نص ساعة عم تمشي مشي مستمر لحتى أنت ترفعي استقلال جسمك، تزيد الحرق وتزيد الحرق. نحن بدنا ننتبه للرياضة، بدنا نقول ما فينا، يعني في كثير عالم اللايف ستايل تبعهم ما بيسمح لهم يمشوا كل يوم، فنحن مينيموم المفروض 3 أيام مشي مينيموم نص ساعة. فينا نقوم نحن بتمارين بالبيت مثل ما نذكر بالريبورت، نحن فينا نعمل تمارين رياضية بالبيت، عندك البيبي حتى غنيه وصيري رقصي انت وياها. هيدا انت ما بتكلفك ما بتكلفك انه انت تشتركي بالجيم، ولا بتكلفك المصاري، وما هيك بتكوني عم تسليها لبنوتك بنفس الوقت عم تحركي حالك. بس هذا الشيء ما بيغني انه انت تمشي يوميا او 4 ايام بالاسبوع، 3 ايام ل 4 ايام بالاسبوع كل يوم مينيموم نص ساعه. بدنا ننتبه على شغله كثير منيحه، انه نحن كثير عندنا فقر وجهل بقصه انه نحن نشرب مي. تمام، نحن لازم نشرب مي مينيموم. لكن في عالم ما بتحب المي، تمام، يعني هي عن جد مشكله بتلاقيها عند كثير من الصبايا، بصير عندها جفاف بالجسم. فتخيلي انت جسمك نصه بتكوينه الجسم نصه لثلاث ارباعه مكون من المي، اكيد. فنحن لازم نشرب مي مينيموم من لترين لثلاثه لتر يوميا. بدنا ننتبه على شغله، انه نحن انت لما بدك تسخني شغله بتكوني راجعه من شغلك وتعبانه ومستعجله بدك تفوتي تسخني اكل، اسرع شيء شو بتعملي؟ بتحطي اذا كان عندك اكل بتحطيها بالمايكرويف، صح؟ كل البيت كل البيوت اسهل شغله، او كل الامهات تتبع هي الشغله. هي اكثر عامل مسبب للسرطان شو ما كان نوعه. نحن لما بنسخن باناء بلاستيكي، يعني او نحن لما بنشرب مي نشرب قنينة المي الصغيرة أو الكبيرة اللي تكون معنا دائما وين ما رحنا، نحن لنعيد تدويرها أو نحن نحتفظ بهي القنينة بنرجع بنعبيها ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. هذا الشيء كثير غلط، لأنه نحن ما بننتبه على الشيء اللي مذكور تحت بآخر أي شيء بلاستيكي، إنه هذا ممكن يستخدم مرة واحدة فقط. مو بس هيك، بيعطينا العداد، يعني حتى قنانة المي عادة الأشخاص بيجيبوا قنينة مي صغيرة بيضلوا عم بيعبوها مثلا. هي هذا الغلط. أي يعني هي بيكون مكتوب عليها 5 مرات أو 6 مرات أو 3 مرات. هلا نحن بننتبه أوقات بيكون
عنا مكتوب مرة يعني استعمال مرة واحدة، اثنين وأربعة بيستخدم مرتين ومرتين ثلاثة وما بيتسخن فيه. رقم خمسة بس يلي لما بينذكر رقم خمسة هو الوحيد أنه أنت فيك تستخدميه وتحطيه بالميكروويف قابل أنه يتعرض للأشعة العالية وللحرارة العالية دون ما يتأثر ولا يأثر على الأكل. حتى هي الملاحظات كتير مهمة لأنه تماماً. نحن كتير بنسمع عن بعض خلينا نقول هي العادات الخاطئة بسبب طبعا تطور التكنولوجيا، صارت الأمور تنعمل من مواد ممكن يكون لها آثار سلبية بالعموم تماماً. مثل البلاستيك وغيرها من المواد أو حتى النظام الغذائي اللي قلنا بنسخن شيء بالميكروويف والأشعة، هي قديه في دراسات انعملت على تأثيرها. خلينا نحكي كمان اليوم معلومات مفيدة عطتينا بما يخص الملح، بما يخص السكر، بما يخص شرب المياه، بما يخص الرياضة، أيضا معلومات غذائية اليوم قد ما بنقدر لحتى نفيد كل حدا عم يسمعنا. رجاء رجاء هي معلومات بسيطة بس هي فعلا قادرة أنه تحمينا أو حتى مثل ما بيقولوا تكون زوادتنا ضد الأمراض صح. بشكل عام أول شغلة كل العالم هلأ عم تعمل مونة، أهم شغلة أنه ما نحطها بأشياء بلاستيكية، المكدوس، المخلل، ما نحطهم بالأناني البلاستيكية بالإزاز. تمام، حصراً بالإزاز. ثاني شغلة، نبدأ نهارنا بكاسة مي حتى لو دافية، لأنه نحن بنكون عم ننظف جسمنا. أول شيء يعني أول شيء نتناوله هو كاسة مي معتدلة الحرارة، لأنا باردة ولأنا كتير سخنة. ثالث شغلة، نحاول نستخدم القاعدة التبادلية. القاعدة التبادلية اللي موجودة بيتبعوها مرضى السكري، بس هي صحيحة لكل أنواع البشر، لكل أنواع الأمراض كمان. القاعدة التبادلية على شو بتعتمد؟ أنه نحن نستبدل السكريات المصنعة بسكريات طبيعية، يعني نحاول قدر الإمكان نحن ناخد السكر الأبيض بداله فواكه، ناخد زبيب، ناخد تمر. طبعا مو يعني تمر يعني ناخد كيلو ولا نص كيلو ولا 20 حبة، لا، كل قطعة فواكه بتعادل 3 حبات تمر، كل 3 حبات تمر بتعادل تقريبا 10 ل 15 حبة زبيب. هذا المسموح فيه بس باليوم بس. مو أكثر. نحاول نحن ناخد كمية منيحة من البروتينات، من البروتينات من البقوليات ومن اللحوم. نحاول قدر الإمكان ما تكون اللحوم تبعنا أو إذا كانت لحمة حمراء ما تكون مشبعة بالدهنة، تكون فول فاتس، لا تكون سكيم، يعني تكون قدر الإمكان مشفاية بقولوا لها تمام، ما فيها ولا نقطة دهنة. نحاول نمرقها على المقلية مرة بالأسبوع لعشرة أيام، معلش. نحاول ناخد لحوم بيضة كمان أكثر من اللحمة الحمراء، لحوم بيضة مثل شو الفرق إذا بدنا ناخد أكثر؟ هلأ اللحوم الحمراء، اللحوم نحن في مصدر الفيتامين B12 حصرا من اللحمة الحمراء، وإنما زيادة كمان اللحوم الحمراء ممكن تعملنا ارتفاع بالكوليسترول، باللحوم الثلاثية ممكن تعملنا داء النقرس. داء النقرس اللي هو نسبة عالية، بيرتفع نسبة اليوريك أسيد حمض البول، بيرتفع نسبة عالية من اللحوم. هذا الشيء بيؤدي لنا لداء النقرس اللي هو بيصير تصلب بين، ما بدي اتعدى على غير اختصاصات، وانما هو يعني بيصير اكثر شيء بيتشكل بالقدم، وخصوصا بالابهام الكبير، هو بيصير في صعوبه بالمشي ووجع والام ثانيه. يمكن مجموعه من النصائح حاولنا خلال هالفتره الزمنيه القصيره نسلط الضوء عليها، يمكن مستمرين مثل ما قلتي بحملة التوعية ضد مرض سرطان الثدي، لأنه فعلا بنرجع بننوه لولا المرة الألف أنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو بيقيكي من الإصابة منه أو من الشفاء الكامل من هيدا المرض. لهيك يجب يمكن مثل ما قلنا المراجعة المستمرة والمعاينة المستمرة للوقاية من هيدا المرض. خليني معلي أقول شغلة أكيد. دايما أنا بقولها، لأنه أي امرأة، ما في حدا ما في بحياته امرأة، إن كان أم ولا أخت ولا بنت ولا أي شيء، لأنه أنت غالية ولأنه أنت أم وأخت ولأنك لأنك نص المجتمع صار هلأ أكثر، لازم تديري بالك على حالك، ما تهملي حالك بولادك، عطيتيهم حقهم، ديري بالك على حالك. دائما خلي الكشف المبكر لأي شيء مو بس لسرطان الثدي هو أهم شيء، فبس ننتبه على هدول الأشياء اللي كتير بسيطة أكيد.
خليكي غالية على حالك ووحدة تحب حالك. حبي حالك وخليكي غالية على حالك. أكيد نتشكرك نور. شكرا على وجودك معنا. شكرا كثير لك. مرسي لكم. شكرا لك نور وعلى كل النصائح اللي دائما بتعطينا إياها. ومثل العادة بنقول لهم اللي ما قدر يشوفنا هلا بيقدر يشوف الفقرة بالإعادة أو بيشوفها على الإنترنت. شكرا.